اول حاجه هنعملها هنعمل الرز مع بعض عشان هياخد وقته. هنجيب مع بعض كده حاجه نحط بيها. بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب طبعا زبده المراعي ونبدا كده نحط مكعبين. بسم الله. انتوا عارفيني طبعا انا بحب الزبده بزياده يعني. هنبدا ننزل البصل بتاعنا كمان كده كويس قوي ونشوحهم مع بعض. هقول لكم اول حاجه بقى مكونات الرز. اول رز هو ما فيهوش مكونات يعني، بس هقول لكم انا هحط عليه ايه وهنطعمه بايه. 2 كوب سكر، 2 كوب رز، معلش عشان معانا كيكه النهارده فمتلخبطه بقى. 2 كوب رز، بصلايه متوسطه مفرومه، عود قرفه، عود حبهان، قرفه مستكه، ملح، فلفل، ميه سخنه، بس كده تمام. عامله لكم كيكه النهارده حلوه قوي. كنت لسه بقى ايه بحضر المكونات بتاعتها والسكر والجناش اللي هنعمله مع بعض كده. انا ممكن اشتغل في الوصفتين مع بعض عشان انا قلقانه من الوقت، فهبدا احط الطاسه بتاعتي وهجيب زبده المراعي معانا هنا. نجيب بس حاجه نحط بيها. طبعا يا جماعه انتوا عارفين منتج المراعي يعني ثقه والجوده بتاعته عاليه جدا، فكلنا نستخدمه تمام. هنحط كده، سيح كده الزبده، يبقى معانا ايه ايد هنا وايد هنا. نشتغل في الوصفتين عشان نبدا نقفلهم. الوصفه بتاعه الفراخ هقولها مع بعض دلوقتي على طول. طاجن الوراك دجاج بالبطاطس والكريمه، وراك مخليه متقطعه مربعات، 2 فلفل الوان طبعا حسب ما انت عايزه، مكعبات برضو هنقطعهم مع بعض دلوقتي، وفلفل اخضر رومي ومشروم فريش، بصل متقطع مكعبات، فلفل قلنا فلفل، قلنا بقى نحط الثوم، فصين ثوم كده مفرومين، ومعانا كمان جزر مكعبات او مبشور حسب ما انت عايزه. البطاطس طبعا هي اساس الوصفه معانا، هنقطعها زي ما انتم شايفين كده وفلنع خالص عشان ما تاخدش معانا سوا تمام. وهنحط كوبايه من الكريمه بتاعت المراعي. النهارده احنا كل حاجه هنشتغل بيها من منتجات المراعي، ومعلقتين من الزبده، زعتر، بهارات، كمون، ملح، فلفل، وجبنه على الوش عشان نديها شكل حلو تمام كده وطعم طبعا.